السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، النهاردة إن شاء الله هنشرح درس اسمه الممنوع من الصرف. الأول، يعني إيه أصلا ممنوع من الصرف؟ هو اسم بيتمنع إن إحنا نحط عليه تنوين التمكين، فبنسميه إيه؟ هو الاسم الممنوع من التنوين الذي لغير عوض أو مقابلة. يعني إيه برضو؟ إحنا خدنا قبل كده إن في حاجة اسمها في التنوين أنواع: تنوين تمكين وتنكير ومقابلة وتنوين عوض. هنا بقى الاسم إحنا بنمنعه من أنهي تنوين من الأربعة؟ بنمنعه من تنوين اسمه تنوين التمكين، اللي هو بدل ما يبقى اسم معرب يتحط عليه اسم تنوين عادي، إحنا ما بنحطلوش تنوين. معنى الكلام إن هو ممكن يقبل تنوين إيه؟ عوض أو تنوين مقابلة. تمام كده؟ يبقى إحنا هنحفظه بس إن هو الاسم الممنوع من تنوين الإيه؟ من تنوين التمكين. طيب، شروط إعرابه أصلا، المفروض إن الممنوع من الصرف بيعرب إزاي؟ علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه وجره الفتحة. يعني هو في الرفع موافق عادي، ضمة مفيش مشكلة، بس من غير تنوين، والنصب الفتح. المشكلة في علامة الجر، إن هو مجرور وعلامة جره الفتحة مش الكسرة، وما بيتحطش عليه تنوين. معنى الصرف هنا يعني يبقى فيه تنوين، فأنت لما تمنعه من الصرف يعني تمنعه من التنوين. شروط بقى الإعراب اللي احنا بنقول عليه دوت، إن الاسم الممنوع من الصرف ده يجرد من ألو الإضافة، يعني الاسم ما يكونش فيه ألف ولام ولا جاي بعده مضاف إليه. زي إيه؟ مررت بأحمد. هنا الباء حرف جر، وأحمد زي ما هيجي معانا بالتفصيل إن هو اسم ممنوع من الصرف مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. طيب، عشان نخليه مجرور وعلامة جره الفتحة، هنا احمد في الف ولام ما فيهوش. طب احمد متضاف لكلمه بعده؟ مش متضاف، يبقى يتعرب اعراب الممنوع من الصرف. يبقى شروط اعرابه بعلامه فرعيه، يعني يجر بالفتحه نيابه عن الكسره، ان يجرد من الو الاضافه. عشان كده ساعات في الامتحان بيجي يقول ايه؟ متى يعرب الممنوع من الصرف بعلامه فرعيه؟ فانت هتقول ايه؟ اذا جرد من الو الاضافه في حاله الجر، فبيكون علامه جره الفتحه نيابة عن الكسرة. معنى الكلام لو في ألف ولام يبقى مجرور بالكسرة، لو جه بعده أو أضيف يعني، يبقى جه يعني يجي بعده مضاف إليه، يبقى هو مجرور برضو بالإيه؟ بالكسرة. زي ما أجي أقول مررت بالأحمد، هنا أحمد ما كانش فيه ألف ولام، أحمد هنا بقى فيه ألف ولام، يبقى هتقول بالأحمدي، يبقى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة عادي، هنا بقى مصروف مش ممنوع. تمام؟ يجر بالكسرة إذا أضيف، زي مررت بإيه؟ بأحمدهم. خلاص؟ ماليش دعوه بقى ان هو ممنوع من الصرف هنا. هنا هاجي اقول ايه ده؟ عشان بقى مجرور بالكسر، بقى مجرور بالكسره هنا ليه؟ لانه بقى مضاف، لان انا ضفت احمد للضمير اللي هو ايه؟ هم. تمام كده؟ طيب، احنا قلنا علامات اعرابه ايه؟ ان هو يرفع بالضمه وينصب ويجر بالايه؟ بالفتحه. دي الفتحه، معلش مكتوبه غلط. طيب، انا عندي ازاي بقى اعرف اصلا الاسم الممنوع من الصرف؟ الاسم الممنوع من الصرف ممكن الاسم يتمنع من الصرف لعلة واحدة، وممكن يتمنع من الصرف لعلتين. يعني في سبب لو موجود في أي اسم يبقى هو ممنوع من الصرف لسبب واحد، وفي سببين لو موجودين في أي اسم يبقى هو ممنوع من الصرف لوجود السببين دول. فاحنا هناخد الأول إيه؟ ما يمنع من الصرف لعلة واحدة. أسهل حاجة ممكن نطلعها من القطعة ما يمنع من الصرف لعلة واحدة. يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة إذا كان صيغة منتهى الجموع أو كان آخره ألف التأنيث المكسورة أو الممدودة. نقول ألف التأنيث المكسورة أو الممدودة الأول. يعني إيه ألف تأنيث مكسورة وممدودة؟ إحنا عندنا حاجة اسمها اسم مكسور واسم منقوص. الاسم المكسور الاسم المعرب اللي آخره إيه؟ ألف، دي اسمها ألف مش ياء. أنت بتقول إيه؟ رضوى، جرحى، كبرى، صغرى، حبلى، نطقتها ألف ما نطقتهاش ياء. فلو كان الاسم اخره الف تأنيث مكسوره زي الالف ديت كده، فانت بتقول ان هو ممنوع من الصرف. يبقى لو لقيت كلمه رضوى او جرحى او صغرى او حبلى او كبرى مثلا، اي اسم اخره الف تأنيث مكسوره زي ليلى مثلا، اي حاجه لقيته في القطعه، هتقول لي ايه؟ ان جرحى مثلا اسم ممنوع من الصرف. يقول لك بين السبب، هتقول منع من الصرف لعله واحده وهي ان هو اخره الف تأنيث. حتى لو نسيت ان هي مكسوره او ممدوده، اقول اخره الف تأنيث بس وخلاص. تمام؟ ألف التأنيث الممدودة اللي هي همزة على السطر وقبلها ألف. فما أجي أقول لك حمراء، خضراء، زكرياء، أصدقاء، عاشوراء، عقرباء، كل دول اسمهم آخرهم ألف تأنيث إيه؟ ممدود. يبقى هو اسم ممنوع من الصرف لعلة واحدة إن آخره ألف تأنيث إيه؟ ممدودة. تمام؟ يبقى أنا بطلع أي اسم من الاتنين دولت مثلا وأجي أقول له إن هو ممنوع لعلة واحدة إن آخره ألف تأنيث، سواء كانت مكسورة أو ممدودة.
طيب صيغة منتهى الجموع زي ايه؟ اي كلمة على وزن مفاعل او مفاعيل او فواعل او فواعيل، اي صيغة جمع يعني، اللي هي ايه؟ ان يكون الكلمة جمع وفي الف بعده حرفين، او كلمة جمع وفيها الف بعده 3 حروف. مش لازم يكون مفاعل ومفاعيل، ممكن يكونوا فواعل وفواعيل عادي، او فعائل وفعائل، مش مهم، المهم ان يكون في الف بعده حرفين او الف بعده كام؟ 3 حروف. ناخد اول واحدة، مساجد مفاعل، كنائس فعائل، المهم ان هي شبه مفاعل اهو. مش هنا مساجد دي كلمة جمع؟ اه. الالف بعده حرفين ولا لا؟ تمام، يبقى كده ممنوعة من الصرف. يبقى هاجي اقول له كلمة مساجد ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، دوت السبب، لانها صيغة منتهى الجموع. حتى مش لازم تقول في الف بعده حرفين ولا لا، قول صيغة منتهى الجموع وخلاص. كنائس برضو جمع والف بعده حرفين، عنابر الف بعده حرفين، دراهم جمع والف بعده حرفين، نفس الكلام ايه في الباقي. يبقى كل دولت ممنوعين من الصرف لعلة واحدة اللي هي صيغة منتهى الايه؟ الجموع. المهم بقى عندي مش في الالف لو بعدها حرفين، لو كان الالف بعدها 3 حروف لازم يكون الحرف الثاني، مش الالف بعدها 3 حروف، الحرف الثاني بقى منهم يكون ساكن من الاخر، يكون يه، تلاقيها زي ما انت بتقول كده، فواعل فواعل، قصدي فواعيل مفاعيل فعائيل، بشرط ان يكون الحرف الثاني ساكنا، يعني يكون يه. زي ايه؟ جمع تلميذ تلاميذ، ده الالف بعده ايه؟ الميم والياء والذال، 3 حروف اهو، تاني حرف ساكن ولا لا؟ لقيته يه يعني، يبقى كده هو ساكن، لان اي حرف مادة عندنا هنا ساكن. مصابيح، ده الياء ساكنة، الف بعده 3 حروف والياء ساكنة اهو. تماسيح برضو 3 حروف اوسطهم ساكن، يعني الحرف التاني منهم ساكن. يبقى اي كلمة من الاربعة دولت بتطلعها وتقول له ان هي ممنوعة من الصرف لانها صيغة منتهى الايه؟ الجموع. بعكس بقى ما يجي يسألني في الامتحان يقول لي ايه؟ منع العلماء تلاميذ من الصرف وصرفوا كلمة تلامذة، يقول لي ليه ديت ممنوعة وليه كلمة تلامذة مش ممنوعة؟ طبق الشرط اللي أنا قلت لك عليه كده، مش أنا قلت ألف بعدها 3 حروف ويكون الحرف التاني ساكن، وقلنا من الآخر يكون ياء، زي إيه؟ تلامذة أهو بقى، هنا الألف بعده 3 حروف، بس تاني حرف فيهم اللي هو الذال متحرك بالفتح، يبقى ديت مصروفة لأن الألف بعدها 3 حروف بس الحرف التاني فيهم متحرك. انما تلاميذ ده الالف كان بعدها 3 حروف اوسطهم ساكن، يعني الحرف التاني كان فيهم ساكن. يبقى الاجابه ليه ديت ممنوعه من الصرف؟ هاجي اقول له لانها ايه؟ لان الالف بعده ايه؟ 3 حروف اوسطهم ساكن، هنا لان الالف بعدها 3 حروف اوسطهم متحرك. وعشان تعرفها برضو بطريقه سهله، هنا قلنا بيكون التاني ايه؟ هنا هتلاقي الكلمه جامعه اخره ته مربوطه، لو لقيت الجامعه اخره ته مربوطه يبقى هي مصروفه، والسبب لان الحرف التاني فيهم متحرك. يبقى عباقرة مصروفة ليه؟ هاجي اقول له لان الالف بعدها 3 حروف اوسطهم ايه؟ متحرك، واخره ته مربوطة اهو برضه. بطالمة اخرها تاء مربوطة، اكاسرة، اشاعرة، جهابذة، كلهم اخرهم تاء مربوطة، يبقى اوسط حرف فيهم كان متحرك لذلك بقت مصروفة. تمام كده؟ يبقى الخلاصة ان انا عندي الاسم الممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، واخد بالي عشان بتيجي في صح وغلط او اختيارات انهي تنوين اللي ممنوع منه، تنوين التمكين، وقلنا بيعرب يرفع بالضمه وينصب ويجر بالفتحه، وقلنا شرط اعرابه بعلامه فرعيه ان هو يجرد من الو الاضافه. تمام. وما يمنع واول حاجه يمنع من عله واحده او يمنع من علتين، فما يمنع من الصرف لعله واحده اذا كان صيغه منتهى الجموع او الف تانيث، سواء ألف التأنيث مكسورة أو ممدودة، ولو كان صيغة منتهى الجموع لو كانت على وزن مفاعيل يعني ألف بعدها 3 حروف لازم الحرف التاني فيهم يكون إيه؟ ساكن. تمام كده يا شباب؟ طيب عندي حاجة مهمة بصيغة منتهى الجموع، أحكام صيغة منتهى الجموع. في حاجة مهمة كده فيها، بيجي يقول لي إيه؟ ما حكم الشبيه أو الملحق بصيغة منتهى الجموع؟ عندنا 3 كلمات مشهورين كده العلماء اختلفوا فيهم. كلمة زي ايه؟ سواعد، شراحيل، سراويل. لو احنا طبقنا كده الكلام، سواعد جمع والالف بعدها حرفين يبقى ممنوعة من الصرف لانها صيغة منتهى الجموع، شراحيل الف بعدها 3 حروف والحرف التاني ايه يعني ساكن، سراويل نفس القصة، يعني المفروض ال3 كلمات دولت جمع ويبقوا ممنوعين من الصرف. امال الاختلاف بقى على ايه؟ الرأي الأول اللي عليه الجمهور وابن مالك جه قال إن ال3 كلمات دولت سواعد وشراحيل وسراويل هم مفرد خلاص، وتمنع من الصرف نظرا بقى لإيه؟ لللفظ بتاعها مش للمعنى. يعني إيه؟
هو عنده ان كلمة سواعد وشراحيل وسراويل اللفظ مكتوب جمع اهو، ان الف بعدها حرفين، الف بعدها ثلاثة، لكن معناها مفرد مش جمع. يبقى اما نيجي نمنعها من الصرف، تمنع للفظ ولا للمعنى؟ نركز بقى تاني كده، هي في اللفظ الف بعده حرفين والف بعده ثلاثة، يعني الظاهر في اللفظ في الكتابة ان هي جمع، يبقى هما هيمنعوها عشان هي جمع. تمام كده يا شباب؟ خلاص، لكن هي باعتبار المعنى مفرد. تمام كده، يبقى الجمهور وابن مالك عندهم حكم الشبيه او الملحق ان هو ايه، تمنع من الصرف نظرا للفظها عشان كتابتها اكنها جمع لكن معناها مفرد. تمام كده. الرأي التاني بقى جه قال لي ايه، تمنع من الصرف ازاي؟ نظرا للمعنى. جم قالوا بص، هي في المفرد اكنها لفظ لكن معناها جمع، فمنعوها باعتبار المعنى. خلاص. الرأي التالت جه قال لك ايه، بص يا عم الحاج، هي زي كلمة مساجد والكلمات التانية، ان هي في اللفظ والمفرد جمع فمنعوها لانها جمع اصلا. تمام كده، يهمنا رأي الجمهور وايه وابن مالك. يبقى حكم الشبيه او الملحق بصيغة منتهى الجموع، هاجي اقول له رأي الجمهور وابن مالك ان هي تمنع نظرا ايه لللفظ، والاراء التانية عندي ان هي تمنع نظرا لانها في اللفظ والمعنى جمع، والرأي اللي جه قال برضه مفرد منعها لمعناها. تمام كده. طيب ايه الحكم لو انا سميت حد بصيغة منتهى الجموع او الملحق به؟ يعني مثلا مساجد المفروض هي جمع ومفرده مسجد. افرض انا قلت لك ايه، جاء مساجد، هل كده مساجد جات لي ولا انا في واحد اسمه مساجد؟ انا كده سميت واحد اسمه مساجد. فاذا سمي بصيغة منتهى الجموع ايه الحكم؟ تمنع من الصرف للعلمية وشبه الاعجمية، ما بقتش هنا اكنها صيغة منتهى الجموع، ده بقت علم عشان ده اسم الحد، وبقى شبه اعجمي لانه اكنه ايه، اسم غريب مش معانا في اللغه اصلا. تمام كده، يبقى اذا سمي بصيغه منتهى الجموع تمنع من الصرف للعلميه وشبه الاعجميه. قلنا بقى حاجه عندنا كده في الاول، ان التعريف يمنع من الصرف يعني يمنع من تنوين التمكين، انما ممكن يخش عليه تنوين عوض او مقابله. عندي لو كان الاسم صيغه منتهى الجموع ديت ناقصه، يعني هي اسم منقوص اخره يه، فينفع احذف اليه واحط مكانها تنوين عوض. فحد هيجي يقول لي مثلا ايه، مش انت قلت الممنوع من الصرف ما فيهوش تنوين؟ قلت لك اه، بس نون التمكين خلاص، لكن ينفع يخش عليه تنوين ايه، تنوين عوض. زي دوت كده مثلا، هؤلاء جوار وغواش، اصل الكلمه كان معناها ايه، جواري وغواشي، فالكلمه جمع، جواري جمع جارية وغواشي جمع غاشية، المفروض ايه، الف بعده حرفين والف بعده حرفين، فالمفروض تتمنع من الصرف لانها صيغة منتهى الجموع، فهي ممنوعة فعلا ما فيهاش مشكلة. لكن هنا ايه، جوار الياء اتشالت، وغواش الياء اتشالت، وهنا برضو الياء اتشالت، وهنا الياء اتشالت في حالة الرفع والجر، شال الياء وحط مكانها تنوين. فممكن حد يشوف التنوين يقول لك ايه، لا ده مصروف، لان المفروض الممنوع من الصرف ما فيهوش تنوين. لا، قلنا تنوين التمكين بس، انما انت هنا هتقول لي جوار ممنوعه من الصرف عادي لان ده فيه تنوين عوض. يبقى الحكم لو صيغه منتهى الجموع كانت معتله الاخر، يعني كانت اسم منقوص، هتيجي تقول لي ايه، تحذف الياء ويعوض عنها بالتنوين اللي اسمه تنوين ايه، عوض عن حرف، بس في حاله الرفع والجر بس، لكن هي بتثبت في النصب. تمام كده. طيب خدنا يمنع من الصرف العلة واحدة، إذا كان صيغة منتهى الجموع، أو إذا كان إيه؟ أو إذا كان آخره ألف تأنيث مكسورة أو ممدودة. تمام كده يا شباب؟ كده إحنا شرحنا الممنوع من الصرف العلة إيه؟ لعلة واحدة، ويا رب تكونوا استفدتوا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.